وأبدأ أحرك عقالي في الهواء عشان أطلع صوت على شوية حركات. حريف كيرم تعرف. لماذا ترقص أنت؟ اللي يقول ان امه حالبتن على خشمه يلمس شعره واحده من شعر سندريلا. هيا انا مع سيدتي سندريلا. ايه معهم. تفضل تفضل. لم تقل لي من هذه اللي مع سندريلا؟ إنها زمردة. زمردة والله ألف نعم والله. ولكن لماذا تسأل يا غريب؟ لا شيء انتم شنب كيرفلين وعلى غفلة. ماذا؟ لا شيء ابن الحلال طاب متساوي الملعون. هذا وشو ذا الحين؟ هذا إنه جرس، إذا أردتني زمردة تناديني به. تناديك الظاهر يحط لك جرس فسحة أنت ما هش. تفضل هنا، وإذا احتجت أي حاجة لا عليك إلا تناديني يا حاجب يا حاجب. حاجب ولا رمش؟ نعم. لا يا ابن الحلال ما في شيء. السلطان قام وليمة كبرى تحت شرفك أيها القريب. حسنا ارتاحوا قليلا وعقبوا صلاة العشاء وأنا عندكم إن شاء الله. سمعا وطاعة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا روبن هود. نعم. معك روبن هود قائم مقام السلطان. كيف؟ وتغلب على الفرسان جميعا وقد أبلى بلاء حسنا وبحركات غريبة وسلاحه فقط حبل متين يسمى عقال. نعم يا أبي، يتضح أنه فارس ابن فارس. يا سندريلا، من تركيبة وجهه ومشيته أشك أنه فارس. تستطيع أن تغير ملابسك لكي يسحبك إلى الحفل. طيب وين السيف؟ ما يحصل سيف مثل الشباب؟ لا لأسباب أمنية. طيب عقالي أخذه معي ولا شلون؟ الله يخلف عليه. صادرته؟ حناخذ ثوبك معك. شمالي وثوبي من يلبس عنده؟ مولاي السلطان الغريب قادم. أهلاً بالغريب. وأعرفك بابني ولد الديمن. ما شاء الله، يلا حيا، كيف الحال؟ طال عمرك، عساك بخير إن شاء الله أنك طيب من أبوك. وأعرفك بفارس السلطنة، فارسنا المغوار روبن هود. قد شفته. ماذا؟ التقينا قبل قليل. تفضل يا غريب، تفضل يا غريب، تفضل. من أين أنت يا غريب؟ من الرياض. من الرياض. الرياض، لا بد أنك يا غريب قطعت مسافة طويلة حتى وصلت إلى هنا إلى هذه السلطنة. اشتعوا جاي على عسيب. ماذا؟ نعم لقد قطعت مسافة كثير طويلة. Thank you.
هلموا هيا إلى العشاء. تفضل أيها الغريب. اسمحوا لي أن أرحب بالفارس الغريب صاحب العقال الذي أنقذ ابنتنا سندريلا الغالية بعقاله البسيط. اسمحوا لي أن أقدم له جواز سفر السلطنة ووسام السلطنة من الدرجة الثالثة. تفضل. جبناء جبناء، شخص واحد أعزل من السلاح يهزمكم أيها الرجال أيها الفرسان. ولكن يا سيدي إنه أصمت. أصمت يا رعديد، أصمت يا جبان. صفعة، صفعة موجهة لي، ولكنك لن تفلح أيها الغريب، لن تفلح. سأقتص منك، سأقتص منك. صرفوا. أيها الحاجب فتش الغرفة، دعك من المضجع وذهب إلى الدولاب. مش السالفة؟ لقد خدعتنا أيها الغريب، لم نكن نتخيل أنك أتيت إلى هنا بقصد سرقة ختم السلطان. أنا؟ أين كنت لحظة اختفاء ختم السلطان؟ أنا اقبضوا عليه وأودعوه السجن. يا أبو الشباب بشويش. ألم أقل لك أنني سأقتص منك؟ أمشي أمامي. ما سرقت شيء أنت ذا التبولة اللي على راسك. افتح الباب. سألقنك درسا لن تنساه، حذاري من هذا الغريب.